طير زف التحية وألفين سلام هدية لمن فؤادي يعزهم من قلب مخلص النية. مرحبا بكم مشاهدينا، أجمل تحية لكم، وأتمنى أنكم تقضون ويانا وقت ممتع مع أجمل التصميمات وأحلى هدايا المناسبات. حراير اليوم بيكون وياكم، تابعونا وبنرد لكم. في حراير فساتين بتصاميم عصرية ولمسات خليجية مع المصممة فاطمة لطفي. المجوهرات لها دور أساسي في برنامج حراير، ونحب دوم أن نطلعكم مشاهدينا على أهم الأحداث العالمية، ومنها معرض فيتشينزا أورو فيرست 2011 واللي يعتبر منصة الموضة للمعدن النفيس. خلونا نسير في جولة مفعمة ببريق الماس والأحجار الكريمة. تحية معطرة بالذهب والألماس والأحجار الكريمة واللولو، وموعدنا يجدد وياكم مشاهدينا من معرض فيتشينزا فيرست في إيطاليا، وبناخذكم في جولة راقية ورائعة وثمينة لأحدث صيحات المجوهرات للعام 2011. ها نحن نلتقي مجدداً في معرض فيتشينزا فيرست مع مجموعة كبيرة من الصحافة العالمية وتجار ومصممين مجوهرات، فما الذي ينتظرنا في هذا المعرض؟ بدأنا إعادة تنظيم معرض فيتشينزا منذ حوالي 5 سنوات، سواء من حيث المساحة أو حتى الفكرة، ونحاول أن نصل إلى أعلى معايير المعارض العالمية وأن نكون الوسطاء لكل المهتمين بقطاع المجوهرات، ونكون حلقة وصل بين المصنعين والتجار من كافة أنحاء العالم. هذا معرض ضخم ومهم للغاية، وتعد هذه مشاركتنا الثالثة، ولدينا خطان في تصميم الحلي. الأول يوني كوليكشن، حيث نستخدم النحاس والأحجار شبه الكريمة إضافة إلى كريستال شواروفسكي. أما الخط الثاني فهو كلاسيك كوليكشن، وأيضا يعرض قطعا مميزة وفريدة مصنوعة يدويا في مدينة فلورنسا الإيطالية. فساتين كاجوال لمناسباتكم اليومية مع المصممة الإماراتية فاطمة لطفي. بعد هذا الفاصل البسيط تابعونا. مثل ما وعدناكم مشاهدينا، فساتين بلمسة أوروبية خليجية بتقدمها لنا المصممة المتميزة فاطمة لطفي. يا مرحبا بك عزيزتي. أهلي، مرحبا. جدا سعداء بوجودك اليوم ويانا في برنامج حراير. وأنا أسعد والله. كيف ممكن تعرفي سادة المشاهدين على فاطمة لطفي المصممة؟ بداية طبعا أنا كنت هاوية رسم، وبعدها انتقلت لتصميم الأزياء، بس حبيت أني أخذ خبرة في تصميم الأزياء، فدرست في جامعة إيزموت، وبعدها افتتح محلي دار لطفي للأزياء. نعم. كيف ممكن تعرفي أيضاً السادة المشاهدين بالتصميمات اللي تقدمونها في دار لطفي للأزياء؟ نحن تصميماتنا متنوعة على حسب ذوق البنت اللي جاي تسوي ديزاين عندنا، فكل كاستمر طبعاً إنه ذوقه مختلف،
بس احيانا شفنا الطلب اكثر على الديزاينات الاوروبيه الراقيه البسيطه اللي نلعب بالاقمشه اكثر. نعم، وهذا اللي بنشوفه اليوم ان شاء الله من خلال التصاميم اللي بترافقنا لهذا الموسم تحديدا، صحيح فاطمه؟ لهذا الموسم احنا حولنا ان نستخدم الوان تناسب الصيف والشتاء، واقمشه ايضا تناسب، ممكن تلبسينها في الصيف وايضا تقدرين تلبسينها في الشتاء. نعم، وهذا اول تصميم ويانا من خلال المجموعه الجديده، هذا اول اللي تصميم اللي انت حضرتيها لبرنامج حراير من خلال شاشة اسمها دبي. نتكلم عن هذا الفستان. الفستان طبعاً القماش اللي مستخدمين الشيفون، الألوان شوية صارخة، القصة تشوفينها بوف من فوق وبعدين ضيج من تحت. حاولنا نلعب في القصات أكثر، حلو، إن ما تكون القصات تعرفين الستاندر العادية، الإي لاين، فشتيل، هالأشياء. فحاولنا نغير إنه لتصميمات أخرى مميزة. حلو، هاي الجرأة كيف باعتقادك فاطمة كيف يتقبلها الزبائن؟ يتقبلونها أكثر، لأن خلاص كل وحدة تيجي تقول شو الموديلات الجديدة، شو التصاميم المختلفة، يبون أشياء تعرفين خاصة الجيل الجديد، أي شيء يكون كريزي فاني شيء يبون إنه يكونون شو ملفتات للنظر أكثر. نعم نعم، حتى لو تلاحظين حتى النيل بولش يستخدمون لون غريب. صح، الألوان تي القوية السترونج تكون فلاشي شوية. صحيح، جميل جدا هذا القماش. وحاولتي إنك أيضا تدخلين ما نقدر نقول الكريستال، ولكن النوع من الاكسسوارات على الأبة وعلى أيضا طرف الكم. أيوة، بس استخدمنا بشكل بسيط جدا، بسيط جدا عشان الموديل يعني يبرز أكثر. وإذا حبت بعد البنت اللي بتلبس الفستان تقدر تلبس أي مجوهرات عليه، لأنك إذا زدتي الشيتش عليه هي ما ترمي، ما بتقدرين. لا، مكياجك لازم يكون وايد خفيف، مجوهراتك تكون جدا خفيفة بعد، أو ما بتبين أصلا، بس الناس بيشوفون الفستان ما بيشوفون جنتي. نعم، ولكن أنت حبيتي أنك تبرزين الشخص اللي يرتدي هاي الشخص اللي الأزياء يرتدي الفستان أكثر. أيوة، الأزياء نفسها هي يعني جمال البنت يبين أكثر. نعم، برأيك هاي القصة ممكن أنها تخفي بعض العيوب في الجسم؟ طبعا، هذا مسوين للبنت اللي تكون شوية مليانة، خاصة إذا عندها منطقة البطن أكثر أو الحامل مثلا تقدر تلبسه، وحتى الضعيفة بعد يناسبها، لأنه ممكن يعطيها شوية متن. يعطيها شوية متن شوية. أيوة، يزيدها شوية. الحين ما حد يحب يزيدها فا أبدا. نعم، وهذا ثاني فستان معانا باللون البنفسجي والأبيض. هذا اللون طبعا دار جدا، يعني تشوفين هالفترة أغلب التصميمات اللون البنفسجي. نعم، أكثر الطلب على درجات حتى من خلال المكياج فعلاً. نعم، مكياج الأخضر والبنفسجي هاللونين جدا دارجين، فهذا درجات البنفسجي فيه، وقصة أوروبية جدا، يعني تعرفين مش القصات الخليجية خلاص اللي معتمدين عليها، لأن مثل ما قلت لك الطلب أكثر هالأيام على هاي القصات، الأشياء البسيطة اللي تقدرين تلبسينها في سهرة، في حفلة، في عزيمة، في وعلى رايك كتب كتاب، تقدر يعني تبرز مجوهراتها ومكياجها فعلاً وجمالها. هي وجمالها هي، وحتى شعرها يعني تقدر تلعب فيه بأي شكل ويطلع حلو على الفستان. نعم، هل نفذتي هذا التصميم تحديداً من خلال ألوان ثانية؟ النفذة طبعاً على حسب طلب البنت اللي بتطلب الديزاين، ممكن وحدة تكون مليانة تبغي ألوان غامجة، وحدة تكون وايد ضعيفة وتبغي ألوان جداً فاتحة، فنحاول نغيره ويطلع بشكل جميل في كل الألوان. حسيتك تميلين للخامات اللي فيها ألوان أكثر عن السادة؟ أنا أميل للإثنين. نعم، بس الألوان شوفي إذا توسخ الفستان ما يبين عليه. طبعا نقطة مهمة، يعني خاصة في النقطة جدا مناسبات مهمة، العزائم فعلا. والوحدة اللي بتطلع من البيت وتوصل العرس تشوفين الفستان شوية اخترب، يعني تكرفس مثل ما نقول. انزين، فعلى الفستان الملون ما يبين. صح، اما اذا كان ساده جدا واضح كل لاينز يبين فيه. صح، والسيده لازم تكون وايد حذره جدا، وانا اقول للبنات دائما كونوا حذرين من القماش اللي بتستخدمونه في الفستان بعد. نعم، لان القماش شوفي اذا كان حرير طبيعي بيخترب بسرعه، صعب تغسله، حتى في الخياطه ينسل، وحتى الشيفون الطبيعي. فدائما احاول اقول لهم استخدموا اقمشه تكون مو طبيعيه. نعم، تكون ممزوجة بقماش ثاني. نعم، مثلا سلك ستان، شيفون، جورجيت، هل أقمشة الثانية اللي تكون أقوى في الاستخدام. وممكن نحصل على نفس الأناقة ونفس اللوك من خلال الفساتين والتصاميم إذا كانت الأقمشة يعني مثل ما قلتي شوية مخلوطة تكون ملعوب فيها.
تصدقين ان الموديل يكون اثبت فيها نعم. ما يحدد الجسم مثل الشيفون والحرير الطبيعي. اذا تلاحظين الحرير الطبيعي جدا يحدد الجسم، اما الشيفون مع اما الحرير مع الستان بالعكس يغطي العيوب اللي في الجسم. نعم، خلينا نشوف ايضا باقي التصاميم. هذا فستان جميل جدا للسهرات والمناسبات، بسيط وفخم في نفس الوقت. نعم، اخترتي المخمل. اخترت المخمل لان تعرفين احنا في موسم الشتاء، فالمخمل مطلوب بشكل كبير في هالفتره، فحاولنا ان نسوي مخمل بس بشكل بسيط وفخم في نفس الوقت. نعم، ومزجناه مع التور اللميع. كيف جت هاي الفكره؟ يعني جتني الفكره لأن يعني لان الفستان في اختلاف كبير ما بينهم. اي، لان الفستان ساده وايد، اذا ما حطيتي فيه لمعه تعرفين بيبين شوي ميت الفستان حتى لو تلبسين عليه مجوهرات. فحطينا التور اللميع عشان يعطيه شكل ولون وما تحتاجين تشتشين الفستان. نعم، بهاي الطريقة أشوف أن الفستان فعلا مثل ما قلتي بسيط يعني. والفستيل الفشتيل نعم ميرميد اللي تبينه هذا للبنات اللي يبون يبرزون جسمهم. يعني سيدة اللي واثقة أنه جسمها حلو، حلو ممكن أنها ترتدي هذا الفستان لأنه يحدد كل التفاصيل اللي في الجسم. نعم، وهذا شيء واضح طبعا. الطبقات كانت ولا زالت يعني من كم من سنة بعدها موجودة على ساحة الموضة، بعدها موجودة صح؟ مطلوبة جدا مطلوبة. وبعدين مطلوب أنك تدخلين مجموعة ألوان. هي. إذا وحدة كانت حابة تكون أن تدخل في فستانة وايد ألوان، نحاول نسوي لها الطبقات أو اللايرز في القصة. أنت شو تفضلين؟ الطبقات أو الرافلز؟ والله الاثنين على حسب الفستان وعلى حسب جسم البنت اللي بتلبس الفستان. شو يناسبها؟ شو القصة اللي تناسبها؟ لأن في بنات مثلا وحده مليانه مثلا طبقات بتمتنها زياده. صحيح، فننصحها باللايرز مثلا تحت يكون في نهايه الفستان. نعم، جميل جدا هذا الفستان. شو تخصصكم بالضبط في دار لطفي للازياء؟ شو اللي تقدمونه؟ نحن متنوعين في التصميمات. نفصل الشيء الاساسي عندنا فساتين العرايس وفساتين السهرات والاعراس. نعم، لكن ايضا بجانب هذا في ناس طبعا طلب كبير عندنا على العبايات، فنسوي لهم العباء بس طبعا بعد التصميم. يعني ما عندنا اشياء مثلا تكون عبايات جاهزه موجوده، لا، لا. تصميم على حسب الفستان اللي بتسويه نسوي له معاه عبايه، وفي نفس الوقت نسوي الجلابيات. حلو، هي الجلابيات الفخمه للحفلات الحنه الملكه هالاشياء، وايضا نسوي الجلابيات البسيطه. حاولت ايضا انك تغيرين فساتين الحنه وفساتين العرايس وهالمناسبات؟ طبعا نحاول نغير دائما عشان الزباين ما يملون من 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 شغلنا او من الديزاينات اللي نطلعها كل فتره. فنحاول نغير مثلا فستان الحنه مرات يكون خليجي، مرات يكون بسيط جدا اوروبي، او مرات يكون الديزاينات الهنديه. ايضا وايد مطلوبه، وايد مطلوبه حق الحنه، فبدال ما يصيرون الهند لا نسويها عندنا. تعالوا عند فاطمه اكيد بتلبيكم وتقدم لكم تصاميم جميله وغاويه. فاطمه، في تحديات تواجهينها من خلال التصاميم خلال مجموعات جديده، خاصه فعلا. انك مثل ما قلتي ما تبين تمللين الزباين، تبينهم دوم يعني موجودين مع دار لطفي للازياء. صح، في تجدد دائم. شو التحديات اللي تواجهينها؟ هي التحديات طبعا، شوفي الخياطه اهم شيء في التصميم، الفينيشينج او التشطيبات الاخيره. التشطيبات لازم تكون نظيفه جدا عشان الزبون ما يحس ان خياطتنا نفس الخياطه العاديه، فلازم تكون كتور. تعرفين البيرفكت كات يعني يكون. نعم. وطبعا نسوي لهم بروفا اولى بروفا ثانيه عشان يوم تستلم الفستان تكون خذته مثل ما هي تبغيه. انا بعد وايد ايت البروفات، لازم البروفات يعني مره وحده ما يكفي على المقاسات. لا لا فعلا ما يكفي، خاصه اذا الوحده مستعيله نحاول نخلص لها الفستان بسرعه، بس لازم تسوي بروفتين على الاقل. على الاقل بروفتين. نعم، بالنسبه للعرايس يمكن يحتاجن اكثر عن شيء. صح طبعا، اكثر مثل ما قلت فستان حنه او ملكه يباله طبعا، لان العروس بعد دائما متوتره قبل العرس. صح، فمو بعرف كيف بتطلع، فنحاول نراويها حتى نهايه الفستان قبل ما نخلصه كامل، نقول له بعد تعالي, تعالي شوفي، لان ممكن تحتاج اي تغييرات، تكون غيرت في اللون. يعني طبعا الوان الكريستال اللي تستخدمها، الفستان دائما ابيض او اوف وايت، ما يغيرون عن هاللونين. فاطمه، هذا الفستان وايد راقي
هذا راقي بس استخدمنا إذا تلاحظين في الكريستال هاي المرة، ولكن بطريقة وايد بسيطة، طريقة بسيطة وتكون مو مشغولة بألوان كثيرة، حتى اللون نفس لون الفستان استخدمنا. تقوازي تحسينه فعلا. تكلمينا عنه، عن التصميم، عن الخامات اللي استخدمتيها. الخامة طبعا هي المخمل مثل ما قلت لك، فستان شتوي، وأيضا دخلنا فيه الستان والكريستال الماش اللي هو يسيد وبسيط، حتى تقدر تلبس الحين المجوهرات عليه إذا بغت تلبس مجوهرات بيضة أيضا يناسب، لأن ما تعتبر الكريستال إنه ملون، نفس لون الفستان كأنه قطعة من الفستان. أنا أحييك على القصات اللي أنت تقدمينها من خلال تصاميمك فاطمة، جدا مدروسة. هي إحنا نحب التغيير في القصات أهم شيء. نعم، ابتكرتي قصات جديدة؟ قصات جديدة أنت روحك يعني خاصة بفاطمة لطفي. هي أنا أحب ألعب بالقصات من نفس القماش نفسه، أني بالقصة يعني تعرفين القطعة أني بها شوي فوق، القصة تكون في الظهر مثلا، نخليها على المانيكان ونلعب في القماش وبعدين التثبيت يكون. نعم، هاي مرحلة يمكن طبعا إذا لاحظتي أول فستان كان فيه لعب في القصة. نعم، حتى الفستان الأخير اللي أيضا شفناه على بساطته ولكن وايد أنيق، شيك مثل ما يقولون، يعني السيدة اللي تحب أنها تكون طلة متميزة وطلة أنيقة. كلمة أخيرة تحبين تقولينها قبل لا نختم اللقاء وياك فاطمة؟ والله أحب أن البنات دائما يشجعون المصممين الخليجيين. نعم. طبعا ما أقولهم يشجعوني أنا، لا يشجعون كل المصممين بشكل عام، في العبايات في الفساتين، لأن نحن عندنا ذوق الخليجي على الأوروبي ممكن نبتكره. ليش؟ لأن الحين الناس كلهم مطلعين على، تعرفين، على الخارج أكثر شيء، فكلهم تشوفينهم يميلون على الماركات العالمية بأسعار خيالية، مع أنه ممكن يلقونه داخل نفسه الدولة وبتصميمات خليجية أو عربية، ما أقول بس التصميمات الخليجية، نفس المستوى العربي، ما نفس يقل المستوى أبداً، بالعكس تشوفين الفينيشينج بعد ممكن أحسن من التصميم الأوروبي، وبأسعار توصل ربع السعر صح أو نص السعر. صح، أنا وايد استانست في الحديث وياك اليوم فاطمة والله. لطفي من دار لطفي للأزياء، وأتمنى دوم أن نشوفك من خلال برنامج حراير. نحن طبعاً بنختم هذا اللقاء الجميل مع المزيد من فساتين المصممة الإماراتية المتميزة فاطمة لطفي، ولكن على أنغام الموسيقى. جملة إماراتية شعبية معروفة، وهي أيضاً عنوان للهدايا والحلويات اللي نشوفها هني مع السيدة مها التميمي. يا مرحبا بك عزيزتي. حياك. إذا من تصميم الأزياء إلى الهدايا والحلويات، كيف قدرتي أنك تجمعين ما بين الموهبتين؟ بديت أصلاً في الحلويات أول شيء كانت تقريباً من سنتين. نعم. أحب شغلات المطبخ، أحب أسوي الحلويات والأكلات البسيطة اللي في البيت، بس إني تطلع وايد حلوة مرتبة. يعني ممكن تكون مو بنفس مستوى المحلات، بس إن هي فيها لذة، فيها بساطة، وممكن يعني تحسين بالتست مالها. نعم.
نشوف ان التراث الاماراتي حاضر في كل القطعه الموجوده هنا، سواء في الخامات، الديزاينات، الحلويات نفسها. يعني فكرتك حلوه ومميزه، احياء التراث الاماراتي مره ثانيه. احياء التراث، انا وايد احب الاشياء التراثيه، وايد احب الاشياء اللي تحبينها حاضره في كل مكان، في كل مكان، في الازياء وفي الحلويات، في كل شيء. في الازياء بعد نفس الشيء، حبيت ان هي اشياء فكره جديده، ان بدل ما دائما احنا متعودين نحط الكب كيك او البسكوت الكوكيز اي شيء نحطه مثلا في صواني في صحون، ف حلو الواحد يرد مرة ثانية على أشكال المداخن، على صواني بعد تكون ممكن السلال الجفير، هاي الأشياء اللي ممكن نحن نحط فيها تودينها كهدايا تطلع حلوة، منها تحفة ومنها هدية. يعني على رأيك المداخن تعودنا عليها بخور وسوالف، بس انك تحطين فيها الحلويات، يعني هاي فكره وايد مميزه، اهنيت عليها يعني. ما الله يخليك. حتى الخامات اللي استخدمتيها في كل زاويه من الزوايا، يعني اشوف انه فعلا تراث اماراتي موجود بقوه بشكل انيق وراقي. شكرا. نعم، شو الهدايا اللي تخصصتي فيها او انك حبيتي يكون لك بصمتك الخاصه فيها؟ تقريبا كلها، يعني انا مسويه الافكار كانه ممكن هدايا كزيارات، هدايا للحجاج مثل هالمدخل. فكره روعه صراحه، فيها هدايا يعني فكره الكعبه حاطينها، هي بعد تحفه وحلويات، يعني تستفيدين منها باي طريقه من الطرق، ما بتعقين يعني منها شيء. والحلويات سويتات، حتى الحلويات. العطور والعطور، لان هاي الهدايا هي على اساس انه ممكن يحبون، ما بس يودون حلاوي، يودون اشياء وياها هديه، تكون افكار يعني شويه مختلفه وغير وبسيطه، وبعد في نفس الوقت وايد اشياء يعني مرتبه مختلفه شويه عن حد ما مسوينها يعني يمكن قبل. هال بالنسبه للمدخن هذا الحجاج، الصينيه بعد هذه السله هي حلوه، هاي بعد نايل، سلال كل الاشياء القديمه كلها موجوده في الصينيه. حتى القهوه نفس الشيء، هاي القديمه الكبيره اللي كنا نشرب فيها القهوه الاول، نفسها هي هذه. نعم. وفيها بعد سويتات سواء كب كيك، تمر. مها، شو بالنسبه للمناديس الموجوده معانا بمختلف الاشكال والاحجام والتصاميم؟ المناديس بعد نفس الشيء، فكرتها تقديم الحلويات او الموالح البسيطه اللي ممكن نقدمها وتكون كزياره حلوه لاي حد، يعني بتصيرين تزورين او شيء، حلوه المناديس شكلها. بعد مسوين فيها كهدايا للحجاج، او ممكن تكون هدايا حق نحن نحتفل بنص شعبان حق الليله، حق الليله فمسوين بعد الافكار ان هي ممكن تكون كمناسبات يعني حلوه لي جاي من الحج او حق نص شعبان، هالاشياء تناسب وايد هاي المناسبات. نعم، ما بين الحلو والمالح، هل حاولتي انك تقدمين ما بين او يعني تخلطين ما بين الحلو والمالح؟ المندوس الصغير في المفرش الاخضر، هذه بعد موالح هي موالح صغيره وبسيطه وحلوه للهدايا. صراحه ما اقدر اقول ان في شيء مو حلو هني خلال هاي المجموعه، يعني كل هديه احلى عن الثانيه، وايد عجبتني الافكار تراثيه وحديثه بنفس الوقت، يعني قدرتي انك تجمعين ما بين الذوقين طريقة مرتبة وموفقة. الصينية العودة اللي هناك، تشوف الجيلو، تشوف الكب كيك، شو بعد في حلوى عمانية في مكان ما، في الساقو اللي هي بعد حلوياتنا نحن، والتشيز كيك، يعني بتحصلين بعد الحلويات الأوروبية مع الحلويات، والكب كيك نفس الشيء، كب كيك الحلوى وكب كيك الشوكولات. نعم، ناجح في إقبال على كب كيك الحلوى؟ الحمد لله، وايد أحبه، لذيذ. حتى المعمول سويت المعمول شوي مختلف عن المعمول اللي احنا متعودين عليه في المكسرات، معمول الحلوى بعد موجود في الهدايا كتوزيعات واشياء مختلفه عن اللي برا شويه. نعم، فالكم طيب ليش؟ هاي الكلمه دائما نقولها، كانت صديقتي وايد عزيزه علي، دائما كانت كل ما نقولها شيء فالكم طيب، فالك طيب، فمنها من كثر ما هي تقول بالفعل استويت انا اللي اقوله حق كل حد، فالكم طيب، فالك طيب، لطلب اي شيء، وهي كلمه بالفعل الكل يستخدمها في كل وقت حد يطلب منك شيء. طبعا.
فبصراحة منها هي يعني صديقة هي اللي خلتني أفكر في هالاسم وخدت من الاسم هذا. ونقول لكل السادة المشاهدين فالكم طيب مع مهد تميمي مع هالهدايا الجميلة. الطلبات اللي تقومين فيها مها تكون حسب الطلب أو أن عندك محل ومعروض في كل هالأشياء الجميلة هاي؟ حسب الطلب، صور نطرش بالمسجات، تليفونات أو الإنترنت على حسب المواقع الموجودة، كل واحد يتصل ويطلب. نعم، في موقع نتواصل فيه وياك؟ في لا، لين الحين ما بالموقع، بس بالتليفونات والبلاك بيري ما يقصر. طبعاً برودكاست على طول. البلاك بيري ما يقصر. حتى هدايا المواليد. حتى هدايا موجودة عندك. البنوتات البنوتات والأولاد أو حق الأعراس بعد، وحق ناشونال دايز بعد مسوين هدايا. من أهم المناسبات الحين سوى اليوم الوطني، اليوم الوطني احتفاليات، سواء السيارات، الاكسسوارات، العبايات، كل شيء كل شيء اليوم الوطني. حتى الهدايا هاي لفتة حلوة مها أعتقد. الحلوة لأن ما شاء الله عندي يعني في دوائر حكومية يطلبون حق الستاف، موظفينهم ودراهم يحبون يسوون هاي الهدايا لهم. حلو. فبيتني الفكرة أن أنا أسويها كبوكسات وكل واحد حلوة تكون. طبعاً وفالكم طيب. وفالهم طيب. صراحة ما أشكرت على وجودك اليوم معانا من خلال كل هالمجموعات الجميلة اللي نشوفها. الله يخليك. مشهية صراحة يعني لازم أطعم يعني. العافية عليكم. ما أقدر أقاوم. فكرة مميزة ما حد سواها من قبل، فنتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك حبيبتي، فالكم طيب في أي وقت. الله يسلمك الغالية، نورتينا في استديو حراير. شكرا حبيبتي. وسادة مشاهدين أتمنى تكونوا أيضا استمتعتوا بكل ما تقدم لنا مها التميمي وفالكم طيب. إذن بننتقل إلى فاصل ونستمر مع فقرات حراير. نحييكم مشاهدينا، وايضا نحيي ضيفتنا العزيزه على قلوبنا لينا بويز من كليوباترا بوتيك سبا. مرحبا بك عزيزتي. اهلا وسهلا، نورتي استديو حراير. شكرا بوجودك. لينا رافقتينا منذ انطلاقه حراير. نعم. دوم تقدمين لنا كل جديد في مجال الميك اب. نعم. اليوم حبيتي انك تخصصين هاي الفقره للسيده العامله، ولكن اللي تحب انها تظهر بشكل جميل ومرتب ويواكب الموضة. أكيد. فشو الموضة بالنسبة للميك اب؟ الموضة سنة، بتعرفي أنت كل فترة وكل فصل الموضة بتتغير. فالميك اب مثل الديزاينرز مثل الأزياء. مثل الأزياء طبعاً، كمان بيلحقوا الموضة، بيلحقوا الألوان الجديدة. الألوان لهالفصل هيدا هي درجات البنفسجي، وهلأ رح نشوف سوا كيف رح نطبق الميك اب مباشرة على الموديل اللي معنا. نحن جهزناها طبعاً، هلأ رح فرجيكم كيفية مد كريم الأساس بطريقة كتير سريعة. نحن جهزنا لها طبعا الاساس وهلا بنحط الباودر، بدي احط لها شويه. نعم، حطينا لها الكونسيلر على عليها. وشوف انه حتى الفاونديشن اللي استخدمتيه اللي هو الشير فاونديشن الخفيف، هو فيلفت فاونديشن. هلا رح نحط لمسه بسيطه حتى نفرج المشاهدين كيفيه مد الفاونديشن. في كثير ناس بيتعبوا بمد الفاونديشن، ما بيعرفوا الطريقه الصحيحه. نعم. لمد الفاونديشن، وكل ما كان الفاونديشن بالنهار خفيف كل ما كان الميك اب بين طبيعي واجمل. اذا بتبتدين يعني طبعا منطقه الخدود فاونديشن. نحن وزعنا على كل البشره. طبعا لما الوحده بتحط ميك اب على حالها بيكون اسهل لها. في ناس بتفضل انها تحط توزع الميك اب بالايد. نعم. انا من النوع انا لحالي بس اعمل ميك اب اسهل لي واسرع. بكون مستعجله مثلا على الشغل اني وزعه بالايد. بس طبعا ولكن الاسفنجه انضف بالاسفنجه. اكيد، لان الاسفنجه توزع على ما اعتقد الفاونديشن بشكل صحيح. بالضبط، بتوزعه بشكل صحيح، واذا في مسام مفتوح رهف بتسكره، ما ببين مسامات البشره ما ببينه. هذا الفاونديشن هو صحيح فيلفت بس بنفس الوقت مقاوم للعرق ومقاوم للماء. نعم. وصلنا على الخطوه الثانيه، بدنا نثبت الفاونديشن بالباودر. الباودر طبعا الستات العاملات دائما مستعجلين
مثلا اوقات انا بضطر احط الليبستيك انا وعم بحمل السياره، عرفتي كيف برسم اللي بحدد الشفايف وبحط الليبستيك. فالست العامله ما بكون عندها كثير وقت، وخاصه اللي بدايم ودوام بكير، فهيدا الميك اب سريع وبيعطيها لمسه الصبح حلوه للدوام، يعطيها رونق يعني، يعطيها شراقه. وزعنا الباودر، ثبتنا الفاونديشن، هلا بنبدا بتوزيع الالوان. شو الالوان اللي بتعتمدينها؟ اللون البنفسجي، ولكن شو درجه البنفسجي؟ عندي عدة درجات بنفسجي، عند البنفسجي الفاتح وعند البنفسجي الداكن. هلأ رح نوزع البنفسجي الفاتح على العين المتحركة جوات العين، والبنفسجي الغامق رح نوزعه على بشكل مثلث على الجهة الخارجية للعين. الفرشة طبعاً اللي بتستخدمينها دينا، هل هي فرشة مسطحة مدورة؟ هي مسطحة بس شوي سميكة. ليش؟ لأنه المنطقة اللي بدنا نوزع فيها هي شوي عريضة، على هالأساس على هالأساس الفرشة المناسبة. بالضبط، الفرشة الرفيعة بدها بيستخدموها للأماكن اللي صغيرة، اللي ما فيها مسافة كبيرة. إذن على جفن العين المتحرك كاملاً بتوزعين. أيوة. هي. استخدام الكونسيلر في الصباح هل تصحين فيه؟ طبعا، لانه في كونسيلر كثير خفيف وبيكون ووتر بروف، لانه الميك اب ما بيهدي بدون كونسيلر. صح، البشره بتمتص كميه، وبدون كونسيلر بتشوفي الشادو كثير عم بيتحرك وتطلع خطوط. طبعا بتبين الخطوط والميك اب بيسيح وما بيتثبت، يعني بيطلع الميك اب ناقص مش كامل بدون الكونسيلر. يعني حتى لو سيدة مستعيلة حتى لو مستعيلة على السريع خلها تحط الكونسيلر. بالضبط، لان النتيجة بتكون اجمل بالنسبة للاي شادوز. دايما على زاوية العين بنحدد بفرشاي اصغر بهالطريقة، حتى بتمدين الشادو من تحت شوية. طبعا اكيد منحدد، في ناس بحبوا يحددوا بالقلم وبعدين بيمشوا عليه الشادو. هلا حسب الست، اذا ما حب كثير تبرز عينها الصبح ممكن تحددها بس بالشادو. قدام منحددها بس بالشادو على زاويه العين. ايوه. وهلا هل بتستخدمين الايلاينر لينا؟ طبعا اكيد. كمان رهف شيء غريب، رح استخدم لك الايلاينر البنفسجي كمان بعد، كثير حلو. ايوه السيده البنفسجيه اليوم هيدي الموضه طبعا، وكل الستات بحبوا يلحقوا الموضه. نشوف انك ايضا تمدين يعني اللون الغامج شويه. اساس الميك اب هو خلط الالوان، يعني شو ما بتحطي الوان على العين، ممكن تحطي الوان ما بتناسب مع بعضها وما بتلبق مع بعضها، بس في حال عرفتي كيف دمجتيها وخلطتي الالوان بتطلع كثير حلوه مع بعض. فهو اساس الميك اب هو دمج الالوان. يبدو الطريقه اللي انت ياسا تدمجين فيها الالوان. أيوة. بحيث توزعين هذا الشادو الغامج. هون ما رسمنا بالقلم وحددنا فمباشره بلشنا بالشادو، لان ما بدي انا العين تظهر كثير بارزه لبرا وخاصه بالصباح. نعم. هل بتحطين اللون الفاتح تحت الحواجب؟ طبعا اكيد رهف، بس هيدا التوزيع مثل ما انك شايفه هلا بينخلط اللون الفاتح بالداكن. طبعا هون الست بيرجع لها، اذا بتحب تبرز العين اكثر ممكن تزيد شادو اكثر عن هيك. انا خاطري اشوف الايلاينر البنفسجي كيف بتحطينه مع هذا الميك اب. يلا هلا من بعد ما حطينا هايلايت تحت الحواجب، طبعا الهايلايت ما لازم يكون كثير ابيض وكثير فاقع، لانه نحن مش حاطينه لسهره. إذا كان للسهرات بيكون يمكن طبعاً بيكون أبيض، بيكون ناصع أكثر، يا سيلفر يا جولد، وبيكون في جليتر. بالنسبة للآيلاينر وصلنا على الآيلاينر. حلوة الفكرة أنك تغيرين يعني تبتعدين عن الآيلاينر الأسود. لما بتقولي لزبوني أنا رح أحط لك بنفسجي، لا البنفسجي مش حلو، فأنا شو بقول لها؟ جربي، وإذا ما عيبت عادي غيري. طبعاً خط رفيع على خط رموش حلو البنفسجي، ما يكون كمان منه كثير حدة ظاهر. الأسود بالضبط، بس كمان بيعطي نظرة كثير حلوة للمكياج النهاري، حتى العصر مثلا عندك تي بارتي، أي حدا عنده تي بارتي كثير حلو كمان.
على زاوية العين هي. نعم بتحطينا بس من فوق بتحطينا من تحت لينا من تحت بنحدد بس على الطرف لأنه بيطلع الأيلاينر كتير بارز حددنا من أول العين نعم استخدام الألوان الجديدة والأفكار الجديدة يمكن تشكل عامل أساسي بالنسبة لخبيرة المكياج أو خبيرة التجميل أكيد دائما لازم نكون مطلعين على الموضة ولازم نكون على طول up to date إذا بس على زاوية العين من تحت زاوية العين من تحت لأنه ما حطينا قلم بيعطيها نظرة خط خفيف أيوة. فوق الشادو بالضبط الشادو هو الأساس اللي تحت العين طبعا ممكن نعمل فول ميك أب راف بس بنفس الوقت يبين كتير ديسكري وكتير طبيعي نعم أيوة بالضبط تقريبا العيون جاهزة أيوة عندك قلم البنفسجي في ناس كتير بحبوا يحطوا درجات ملونة بقلب العين وأنا كمان واحدة منهم open your eyes أنتي أحسك تحبين التركوازي كتير بحب التركوازي وبستخدمه أكثر شيء بالصيف نعم يعني كتير بحب اللون التركواز أكثر عن الجحال الأسود حتى مع البنفسجي بيطلع حلو ممكن نحدد مثلا بنفسجي بقلب العين أو بنفسجي برا العين ممكن نحط داخل العين لون الكحلي ممكن نخلط لونين مع بعض صح يعني أنا هلأ حطيت جوة العين بنفسجي بدي فرجيك الكحلي كيف رح الكحلي open your eyes بيطلع لون غريب الكحلي من جوا والبنفسجي من برا بيطلع كتير حلو يعني حسب ذوق الست أنا بحب كتير ألعب بالألوان اللون الكحلي داخل العين ومنخلي البنفسجي خارج العين هاي فكرة كمان يعني عندهم اثنين options عادي تردين أن تحددين ايه ما في مشكلة بدي أبرز اللون اللي بقلب العين فعلا أوكي. حلو طلع لينا وغريب هلأ صارت هيدي العين كلها بنفسجي وهيدي العين عم نفرجيهم أوبشن تاني ممكن تخلي البنفسجي مرسوم من خارج العين ونحط الكحلي داخل العين الحين الماسكارا الماسكارا هيدي كتير مهمة وطريقة وضع الماسكارا وطريقة وضعها طبعا هيدي الماسكارا مع يعني مصنوعة من زهرة الكامومايل ليش؟ لأنه أي حدا عنده ألرجي بعينه أو حساسية ما بتسبب له أي حساسية أبداً ممتاز إذن حتى رموش اللي تحت طبعاً شوية بس بتحطي لها مسكارة على رأيك لينا لأن مكياج عملي بشرط أنه يكون لا. بارز كثيف. وواضح بالزبط. بالعكس يعني تاتش خفيف ممكن بالزبط. انه يكفي حتى ممكن تم طول النهار بهالنوع من الميك اب اذا عندها حفله المساء وما بدها تحط ميك اب كثير قوي على نفس الميك اب ممكن تعمل رتوش نعم او اعاده يعني بالضبط تثبيت للمكياج يعني شويه تزيد شويه فاونديشن تزيد البلاشر تعطي حيويه اكثر نعم الحين أوكي. بالنسبه للبلاشر بالنسبه للبلاشر طبعا كله رح يكون ملاحق بعضه كل الالوان بدها تلاحق بعضها بدي اختار تقريبا اكيد مو البنفسجي بختار اللون الوردي الوردي صح المايل على البنفسجي حطه بهاي الطريقه فرشه على عظمه العين هي. فرشة البلاشر هل تحبينها تكون عادة نحن تنبرز الخدود من إلى الزبونة يا بتسمي يا حتى نبرز لها الخدود حتى نعرف بالضبط وين بدنا نظهر وين عظمة الخد حتى نظهر الحين حتى هذا النوع من المكياج طبعا نحن هون إذا بدنا نعمل كوركشن هي لأنه عندها وجه عريض من تحت عادة الستات شو بيعملوا إذا عندهم وجه عريض من تحت بحطوا الفاونديشن أو الكونسيلر أو الكاموفلاج اللي هو أغمق بدرجتين من الفاونديشن بحطوه بهالمنطقة بيطلع لهم الجو لاين أرفع فبيطلع الوجه بشكل دائري الروج هلأ نختار الروج كمان مناسب لشادو اخترتي أنت اللون الفوشي أو الوردي حط شوية. شويه او ما تبقى يعني باودر اي ما تبقى طبعا من الفاونديشن او الباودر هي في منهم يحطون الكونسيلر يعني كل خبيره تجميل طبعا تختلف طريقتها عن الثانيه بالضبط اكيد وعندك هذا ساعات رهف مش بس الخبير التجميل ساعات البرودكت اللي بتستخدميه هو بيساعدك يعطيك نتائج احلى يعني اذا استخدمت برودكت هو الانجريدينتس تبعه ما بتساعدك على الميك اب مستحيل تبرعي صح. بشغلك
عادة المنتجات المعروفة أو المنتجات الطبية اللي فيها سكين كير هي الأفضل للاستخدام؟ في منتجات كتير، مثلا مثل ما شفنا الكامومايل موجود بالمسكارا، البونتينول موجود بالليب لاينرز. ليش؟ لأنه بيعبي خطوط اللي موجودة على الشفايف، هيدي المادة بتعبي الخطوط الموجودة على الشفايف، فحاطين هالإنجريدينتس بقلب القلم بحيث انه ما تطلع، حتى بحيث ما تطلع وتظهر انه في خطوط على الشفايف. نعم، في جفاف في الشفايف. نعم، نحن عم نحدد. هل بتستخدمين لون واحد بالنسبه للروج؟ بالنسبه للروج لانه انا مختاره شوي روج صارخ، فيفضل نستخدم لون واحد مش عده الوان. فهلا فينا نستخدم جليتر طبعا لانه شفايفها شوي جافه. نحن بدنا نرتب الخط ترتيب مستقيم، منوزع بالفرشة هاي الصغيرة، بالفرشة طبعا الصغيرة، بنفس الوقت ما بعود محدد بشكل قوي. تقريبا الميك اب خلص. نعم، بس باقي الجلوس. أيوة، سريع. اذا لاحظتي رهف، نحن بنبقى طبعا، هو لان للعاملات اللي ما عندهم وقت يشتغلوا حطوا ميك اب سريع. رهف، اذا لاحظتي نحن بعدنا عن اي الوان لمعيه، عن جليتر لانه بنهار. هاي طبعا خط احمر هون مثل ما عم نشوف، كمان انت بتشوفي اللون بنفسجي، بتقولي يي هذا وايت كثير صارخ للنهار، بس بيطلع كثير حلو لانه على شكل جلوس. هي طبيعي بيطلعوا الالوان كثير متناسقين. فانا سيده يكون عندها جرأة انها تحط الوان غريبه طبعاً، حتى لو للفتره الصباحيه، ولكن دامنها حطتها بطريقه خفيفه اكيد ممكن انها تحصل على هاي النتيجه. نعم، اللي نشوفها قدامنا. مشكورة يا دينا. تقريبا الميك اب منتهي ومخلص جاهز. تسلم ايدك وعلى كل المعلومات الحلوة، ما شاء الله، لان خبرتك طويلة في هذا المجال. فالسريع ممكن ان اتمنى يعني ان كل السيدات يقدرون يطلعون بهاي النتيجة ويستفيدون ايضا من خبراتك. اكيد انا جاهزة هون كمان لرد على جميع الاسئلة ومساعدتهم كمان على اعطائهم اي تعليمات على وضع الميك اب. حياك لينا بويز، مشكورة على وجودك اليوم ويانا. شكرا. الى مشاهدينا بننتقل الى فاصل بسيط، عقب بنواصل فقراتنا. انتظري حراير، دقة في التصميم وإبداع في التفاصيل لعبايات مميزة من ديزاين كورنر. ديزاين كورنر اسم بارز في تصميم العبايات، بس لصاحبات الذوق الراقي واللي تبحث عن هوية منفردة في كل تصميم. عبايات مميزة للعروس واللي حرص من خلالها ديزاين كورنر على تقديم أدق التفاصيل في كل تصميم لهاي المجموعة الخاصة.
شدني شادي شده بصوته وصغير الشجن في شد وده مليون أوف يدي يا شادي الشجر لي عادلت يمثل جنحك ولدياري ألوف واشعل شموع الولا في كل بيت واتغزل في حلا أم الوصوف وانثر ورود الغلا واقول جيت جيت يا عيمان لعيونك شغوف يا عيمان وصلنا وياكم مشاهدينا لفقرة مسابقة حراير والسؤال يقول متى تم افتتاح نادي الشارجة للغولف والرماية في الشارجة؟ هل في عام 2004 أم في عام 2005 أم في عام 2006؟ أما جائزة المسابقة فبتكون عبارة عن كوبون بقيمة 15,000 درهم مقدم من نادي الشارجة للغولف والرماية وعبارة عن مجموعة قسائم عشاء وعضوية لمدة 3 أشهر في النادي الرياضي ومجموعة قسائم من كليوباترا بوتيك سبا. للمشاركة في مسابقة حراير ما عليكم سوى إرسال حرف H أو H ثم مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة ومن ثم إرسال إجاباتكم على هاي الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من كل الفقرات. تصبحون على خير، فمان الله، مع السلامة.